شيخ صباح لي بك تاكد بلي عبد الحكيم صرار جامعي لانه البعض كان يقول ما عندوش مستوى دراسي اليوم والبعض كان يقول لنا حكيم صرار يعني جام عنده مستوى المستوى الجامعي او جيبوك احنا الناس بكري يقول لك اعطيه لي فاهم ان شاء الله وان شاء الله لقرا هذه اولا ونجيك للقرايه اما سي لا في الحياه هذه عيطوا لها ليكول بيسونيير تتعلم الاختلاط تمشي مع الناس تتكلم مع الناس ويعطيك ربي واحد الماده الروماديه تجعلك تحفظ بسرعه تتعلم اللغه شيء والشهادات شيء والعمل شيء حتى لما تقول على السؤال هذا سؤال هذا يعني با ما مديتوليش هكذا تري سابل ان شاء الله ما كانش في الشروط الشروط يقول لك اما ان تكون تعرفني في حياتي الخاصه انا ماذا اشتغل تكسني خالي نخدم كورة انا كورة هذه خدمتي شغل شغل برك شركة زيت عندي وحدة عندي وحدة اللي بلاستيك وعندي شركة من 2006 الى 2022 عندي 16 سنة تسيير كرئيس مدير عام في شركة اكبر بكثير من شهادة جامعية ونترك الكلام للمستقبل ان شاء الله. صحيح.